الصهيونية، يا مكان الصهيونية. ارحل ارحل يا محتل، ارحل ارحل يا محتل. ارحل ارحل يا محتل، ارحل ارحل يا محتل. سامع صوت من وسط الضفة، سامع صوت من وسط الضفة. سامع صوت من وسط الضفة، سامع صوت من وسط الضفة. صهيوني لازم يتصفى، صهيوني لازم يتصفى. صهيوني لازم يتصفى، صهيوني لازم يتصفى. ليبيا تعانق غزة، هكذا كان شعار انتفاضة اليوم، انتفاضة طلابية شبابية. جاءت هذه الانتفاضة تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة، وتنديدا بمجازر الإبادة الجماعية التي حصلت، وكذلك جاءت حدو التحاقا بالركب الجامعي اللي صار، اللي شفناه في الغرب في فرنسا وبريطانيا وأمريكا. فنحن كمسلمين وكعرب أولى بمثل هذه الانتفاضات، وكذلك من هذا المنبر نناشد جميع الجامعات العربية في الوطن العربي أن يحدوا بحدو الجامعات الليبية في مثل هذه الانتفاضات، لعلها تكون ورقة ضغط على الحكومات. رفعت عدة شعارات اليوم، من بينها وين 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 حكام العرب وين، وكذلك رفعت شعار ياسم السلبية قاوم ووقف للقضية، كلها شعارات تندد بما حصل في غزة، وكذلك تحث على موضوع المقاطعة. فلسطين عربية، فلسطين عربية، فلسطين عربية. احنا اليوم الوقفة متاعنا هي دعم واقتداء بالطلبة وبالجامعات الخارجية، بالجامعات الغربية، بالجامعات الأجنبية اللي كانوا يضحوا بفلوسهم ووقتهم ودرجاتهم وموادهم ومستقبلهم في سبيل ان هم يدعموا القضية الفلسطينية، واحنا اولى بها القضية، احنا اولى بان احنا ندعم القضية متاعنا. فلذلك هذه ممكن رابع ولا خامس ولا ممكن سادس وقفة نديرها قدام رئاسة الجامعة، وهذه أكبر وقفة، والحمد لله كل مرة يزيد العدد، كل مرة. بداية كنا بعشرة أنفار ممكن، وتوا قاعدين نزيد ونزيد ونزيد. طلبة كلية القانون قاعدين يحضروا في المحاضرات بكوفياتهم بإعلام فلسطين بلبس فلسطيني، ما فيش حد يعني ناسي القضية، سواء على السوشيال ميديا، سواء على أرض الجامعة في حرم الجامعة، سواء بين بعضنا يعني ديما نتناقشوا فيه الموضوع، ديما نهدرسوا فيه الموضوع. بحوث المواد نتاعنا نديروا فيها على القضية الفلسطينية، انتهاكات حقوق الإنسان، انتهاكات حقوق القانون الدولي، كل نديروا فيها على القضية الفلسطينية. لذلك هي في دماغنا وهي في قلوبنا واحنا ما ننسوش فيها بكل. فخورين جدا ان نكون في هذا اليوم في هذا المكان تحت راية واحدة وقضية واحدة، وهي نصرة القضية الفلسطينية، وهي
تعد قضية رقم واحد كقضية إسلامية وقضية عربية. بداية نشكر كل من ساهم وساعد في إنجاح هذه الوقفة الاحتجاجية، كانت من بوادر يعني جميلة لاتحاد الطلبة على مستوى ليبيا، يعني حيث أن كانت الفكرة أن في كل جامعة في مدن الليبية يكون فيها انتفاضة. الحمد لله تمت على خير، وقضية فلسطينيين فلسطينية زي ما نقول هي طهقة ولا يوم ننسى، يعني نحن ما نألفش مصاب إخواتنا في غزة، يعني فنسأل الله أن ينصرهم نصر عزيز ويذل عدوهم ذل ذليل.